دور اه الأندية دور الأندية بقى، دور الأندية ودور تحديدا كمان النادي الأهلي في إنه بيضيف للمجتمع برضو، بيهتم بالجزء الثقافي. انا كان يعني ليا الشرف ان انا كنت حضرت افتتاح المعرض النادي الاهلي اللي اتعمل اظن في شهر 7 اللي فات. وصراحه كان تعاون كبير جدا من اللجنه الثقافيه، خلينا نقول طبعا الكابتن محمود الخطيب وليه كل التحيه والتقدير، يعني رمز مصر كبير يعني. لكن كمان دور اللجنه الثقافيه برئاسه المخرج المبدع الفنان الكبير الدكتور خالد جلال وعضويه باسم صادق وغيرهم، المجموعه اللي هم حوالي حاجه و20 واحد اللي هم اعضاء اللجنه الثقافيه للنادي الاهلي. اما النادي الاهلي بيمنح ارض طبعا، ده الدكتور هيثم الحاج علي والدكتور ايناس عبد الدايم ربنا يديها الصحه، وفي اثناء افتتاح المعرض وانا كنت موجود، بس كنت مستني الخطيب عشان اتصور معاه. انا موجود وراه مع اولادي. فكنا فطبعا النادي الاهلي لما يدي ارض في مساحه زي دي، مساحه وعندنا برضو دكتور احمد بهيه موجوده في الصوره الاسلاميه الحالي، انه يدي مساحه كبيره زي دي ويخصص اسبوع 10 ايام للناشرين المصريين والعرب علشان يعرضوا كتبهم داخل النادي، دي مش بس خدمه لاعضاء النادي ومش بس خدمه للناشرين، حقيقه دي خدمه للثقافه المصريه. ان هو بيقول ان الثقافه، ان الرياضه، يعني دي رساله بيقدمها النادي الاهلي، ان الرياضه لا تنفصل باي حال من الاحوال، ان الرياضه ليست فقط للابدان وانما العقول زي ما حضرتك قلتي فيه وبتكلموا في المقدمه بالزبط. قبل ما ادخل عليكم الاستوديو، ان في جزء مهم جدا، ان الثقافه دي شيء مهم، الثقافه دي يعني حتى الرياضه بالمناسبه ثقافه واقتصاد واستثمار دلوقتي. فكان عندنا 24 ناشر، الارض اتاخدت باسعار رمزيه جدا، الناشرين طبعا فخورين بالتجربه وكانوا سعداء والنتائج كانت عاليه بالمناسبه، ولذلك كانوا بيتكلموا ان هيتم عمل في الثلاث فروع، فرع زايد وفرع مدينه نصر، عمل معارض. لو كل نادي في مصر، لو احنا عدينا النوادي اللي في مصر بمقراتها قدروا يعملوا معرض كتاب، تخيلوا ممكن يبقى عندنا في السنه الواحده احنا 12 شهر، لو عندنا 24 نادي يبقى كل نادي هيعمل معرضين كل شهر. دي حقيقة. فمعنى المعرضين، معنى بنتكلم في النادي بيخدم كام ألف عضو للنادي، وكنت بتمنى أن يكون فيه مكان كمان يقدر، بس طبعا كان صعوبة جدا تنفيذه، أن يقدر يتفتح بابه للجمهور، يعني يبقى فيه باب لغير أعضاء النادي، لكن كان هيبقى التأمين والدخول لا صعب. هيبقى صعب جدا. لكن في الانشاء هو ده اهم حاجه، انه اعضاء النادي اللي خروجتهم كل يوم النادي من امهات واطفال وشباب، ان هم يقروا كتب، ان هم معديين رايحين يشتروا فرايز، هيبصوا هيبصوا كده ايه ده، طب ما اشتري. بالمناسبه لما بيكون في ماتشات واحنا في المعرض، في اثناء ماتشات المعرض بنحط الشاشات كبيره جدا، فبيبقى في ماتشات كنا بننقل الندوات الثقافيه ما بتبقاش موجوده داخل اثناء مده الماتش، يعني علشان ما فيش انفصال ابدا بين الرياضه وبين الثقافه، بالعكس الثقافه والرياضه، يعني لا ثقافه بلا رياضه ولا رياضه بلا ثقافه. كان عندي طبعا، كان معانا عضو في اللجنه العليا للمعرض، هو كابتن اهلي كبير برضو الكابتن محمد فضل، كان عضو في اللجنه الثقافيه للمعرض وبصراحه قدم نشاطه. طبعا استضفنا الكابتن محمود الخطيب في المعرض في ندوه مهمه جدا من حوالي اظن الدوره 49، وكان رغم ظروفه الصحيه طبعا كان منورنا. فالدور الانديه في دعم الثقافه مهم جدا. كمان اللجنه الثقافيه للاهلي عامله نشاط مسرحي، عامله نشاط فكري، عامله مناقشات كتب، عامله عروض. انا كنت قاعد مع الاستاذ باسم صادق وبيحكي لي على البرنامج الثقافي للنادي الاهلي اللي عملوه لمده عام كامل. دي دعوه لكل الانديه المصريه، مش بس انديه الدرجه الاولى والدرجه الثانيه والوزاره الشباب، ان داخل اسوار الانديه حتى الانديه ومراكز الشباب اللي في القرى ان يكون فيها معرض كتب ولو جزئيه حتى الناشرين المحافظه، ويكون فيها انشطه، لان الشباب لما يروح يقرا كتاب، يسمع ندوه، يتفرج على فيلم بتحليله، مش بس السينما فقط، انا بتفرج، ما بتفرج على السينما على الموبايل وعلى التلفزيون، لكن كمان يكون في مناقشات، لان بالفعل الثقافه توسعت توسع كبير جدا وبقت اكبر من مجرد فكره نطلع واقرا كتاب. بالظبط يا دكتور، احنا نتمنى ان الشباب كلها يروحوا لموضوع الكتب دي، لان فعلا قد ايه الكتب دي مهمه جدا. احنا بنشكرك، للاسف يعني فقرتنا خلصت، بس عايزين حضرتك توجه بقى رساله للشباب دلوقتي وتقول لهم ايه، وتنصحهم يا ريت يبعدوا برضو عن انا عايز انصح الشباب واقول لهم في ظل الوضع الاقتصادي، لو انت مش قادر كونوا مجموعات بينكم وبين بعض. انا بحب اقرا روايه، انت بتحب تقرا شعر، صاحبنا التالت بيحب يقرا قصه قصيره، الرابع بيحب يقرا كذا، نعمل لو كل واحد راح جاب كتاب او كتابين من المعرض، صدقوني ارخص
أرخص أو أثمن سلعة تمنها رخيص هي الكتاب وهي المعرفة. مزبوط. اعملوا ده علشان نعدي الأزمة، وإن شاء الله السنة الجاية واللي بعدها يكون الوضع أفضل ويكون العالم أكثر سلامة. بنشكر حضرتك جدا جدا، نورتنا، وبتمنى لك كل التوفيق.